السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفي. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول من خلاله إصلاح شاحن لابتوب، يعني بدون ذكر اسم الشركة ولا اسم الشاحن ولا أي شيء، سنحاول فقط إصلاح هذا يعني هذا المحول أو هذا الأدابتر أو هذه الـ SMPS، هذه الباور سبلاي سنحاول إصلاحها. بالنسبة لمظاهر العطل، طبعا هناك سواد يظهر هنا كما تلاحظون، يظهر هناك بعض السواد هو هنا، ما يعني أنه ربما هناك تفحم، لاحظ ربما هناك تفحم أو ضرب لبعض القطع. إذن كل ما علينا أننا سنقوم بنزع هذه الأجزاء، يعني هذه الأجزاء الجانبية والأجزاء الخارجية، ثم سنكمل الشرح إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الشاحن بعد أن قمنا بنزع الجزء القصديري. كما تلاحظون هناك تفحم واضح جدا، لاحظ معي جيدا، هناك تفحم. سنقوم بإزالة السلكين، يعني خرج الجهد حتى لا يزعجانني أثناء البحث، وبعد ذلك سنرى ما الذي يمكن أن نقوم به. إذن هذا هو الشاحن أمامنا. بداية سنلقي نظرة على الجزء المتفحم والذي يظهر لكم بالسواد، لنفهم ما الذي وقع، يعني أي مسار ضريب، لأن السواد هنا يغطي كل شيء. لاحظ معي جيدا، جيد. ملاحظة أخرى هي أن هذه القطعة هنا، ربما الضيود أو المصفيت هنا، لا ندري بعد. هذه القطعة السوداء ذات ثلاث أطراف هنا كما تلاحظون، فهي شبه مخلوعة من مكانها. لاحظ، هكذا واضح. إذا سنقوم بإزالة هذا الجزء الأصفر أيضا لتتضح لنا الرؤية. سأقوم بتنظيف المكان ونتمم الشرح. هذا هو شكل البوردة بعد أن حاولنا يعني تنظيفها، يعني بقي بعض السواد فقط. هذا هو المصفيت، هذا هو المصفيت الذي كان موجودا في هذه النقطة بهذه الشكلة، واضح. إذا لدينا المصفيت، سنقوم بقياسه، زائد أن لدينا هذا المكتف هنا كما ترون، قد سال منه يعني سالت منه المادة الكيميائية التي توجد بالداخل كما تلاحظون، يظهر أنه منتفخ شيئا ما بهذه الشكلة. وهذا الأثر هنا، هذا الأثر هو أثر من المكتف كما تلاحظون، يعني كانت بهذه الشكلة. إذن هذا الأثر من المكتف، لذلك فالمكتف منتفخ، يجب تغييره طبعا. عدا ذلك فالمقاومات المضروبة يجب أن نتتبعها من البداية لنفهم يعني أي مسار مضروب، هل هو مسار VCC أو سورس أو جيت، أو غالبا سيكون في المسار الأرضي أو السورس، وسنقوم بتتبع ذلك مرحلة مرحلة. على أي، في البداية يجب أن نتتبع يعني المسار من هنا إلى المكتف الكبير إلى هنا، وبعد ذلك نتحدث عن المصفيت ونتحدث عن دائرة التقطيع. يعني يجب أولا أن نتأكد من سلامة المكونات من هذه المنطقة هنا إلى هذه النقطة، واضح. لماذا؟ لأن ضرب المصفيت غالبا قد يسبب ضرب في أحد الديودات، ولو أننا لدينا بريدج، إلا أنه يمكن أن يكون مضروبا جزئيا، لذلك يجب فحص هذه الجزئية أولا، جيد.
إذا سنقوم بإزالة هذا الغطاء أيضا حتى يتسنى لنا رؤية المكتف والمكونات الموجودة قبله، ربما تكون فاريستور أو إما بي تي سي أو إما بي تي سي أو إن تي سي تكون شبه متفحمة، ما يعني أنه سيتفحم مرارا وتكرارا، لذلك يجب أن نلقي عليه نظرة الآن. إذن ها هي البوردة بعد أن قمنا بإزالة الموسفيت كبداية، قمنا بإزالة الديودات، يعني ديودات الخرج هذه لا علاقة لها، فقط حتى نزيل الجزء القصديري هذا، واضح؟ يعني الآن في هذه المرحلة كل ما علينا هو أن نتتبع الجهد من الدخل إلى المكتف. بعد أن نصل إلى المكتف سنقوم بتغيير المكتف، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سننتقل إلى دائرة التقطيع. غالبا لا يوجد مشكل في دائرة الخرج، لكن هذا لا ينفي أننا سنقوم بإلقاء نظرة خفيفة على دائرة الخرج عندما نصلها. على أين؟ في هذه المرحلة كل ما علينا هو تتبع المسارات إلى المكتف فقط، إلى المكتف، إلى هذين الطرفين فقط، واضح؟ إذن سنعمل على الصافرة في الملتيمتر، هذه الشكلة. حسنا، إذن توضيح بسيط للمسار قبل أن نقوم بتتبعه حتى يعني لا يكون هناك أي لبس. يوجد فيوز واحد وفيوز ثاني، لدينا هنا مكتف، هنا ديود، وهنا ان تي سي يجب أن تصفر، القطعة يجب أن تصفر، هنا مكتف لا يصفر والأسلاك ستصفر، واضح؟ إلى غاية المكتف طبعا، دائما أقول إلى غاية المكتف فقط. حسنا، نظرة خفيفة على المسارات، هذا هو الفيوز الأول، هذا هو الفيوز الثاني، جيد؟ إذا هذا المسار هو هذا هنا، إذا يجب أن يمر عبر الفيوز، ثم عبر الـ NTC، ثم عبر هذا المسار، السلك الأول، السلك الثاني، ثم الديود، واضح؟ ويتوقف في الديود. السلك الثاني سيمر عبر الفيوز، ثم هو المسار الثاني سيمر عبر الفيوز، ثم لدينا هنا المكتف، ثم السلك الأول، ثم السلك الثاني، ثم الديود ويتوقف. هنا تكون الجهود يعني أسي، واضح؟ ثم تصبح دي سي هنا وهنا، يعني إلى حدود هذه النقطة يجب أن تصفر، يجب أن تصفر من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، واضح؟ كل مسار يجب أن يصفر. حسنا، على بركة الله، هذا هو المسار الأول. إذا ما الذي لدينا هنا؟ لدينا فيوز، الفيوز قاطع لا يصفر، سنقرب الملتيمتر حتى يكون الصوت واضح. الفيوز لا يعمل من هنا إلى هنا، لا يعمل. حسنا، سنتخطاه، لدينا هنا الانتسي تعمل، القطعة السوداء تصفر، ثم السلك الأول، السلك الثاني، إلى الضيوط. إذن هذا المسار، المسار الأول ضرب عليه فقط الفيوز، هو هذا هو فيوز أحمر. بالنسبة للمسار الثاني، أولا لدينا الفيوز ضارب لا يعمل، سنتخطاه ثم نقيس السلك الأول، السلك الثاني، إلى الضيوط، واضح؟ هل يصفر هذين الطرفين مع بعضهما؟ لا يصفر، واضح؟ هذين الطرفين لا يصفران مع بعضهم، إذن يجب علي أن أعوض الفيوزين الأول والثاني. هذه كأول خطوة، ثم نتمم الشرح. إذن قمنا بتغيير الفيوزين، واحد بنفس الشكل الدائري والآخر بالشكل المستطيل، طبعا لهما نفس الخصائص. على أين؟ الآن يجب أن تكون الجهود من المدخل
يجب أن تكون الجهود من المدخل وحتى المكتف. إذن بسم الله، المسار رقم 1 عبر الفيوز، هذا مكتف، السلك الأول، السلك الثاني إلى الدايود، وهنا يوجد الدايود، واضح؟ بالنسبة للمسار الثاني، الفيوز على NTSC، ثم المكتف، السلك الأول، السلك الثاني إلى الدايود، واضح؟ إذن أصبحت الجهود أو المسارات واصلة إلى هذه النقطة، جيد. إذن الآن لدينا الدايود، يجب أن نقيس الدايود أو البريدج، هذا هو البريدج الموجود هنا، سنقوم بقياسه. يعطي صفيرة هنا، إذن توجد صفيرة بين هذين المسارين، بين هذين المسارين، ما يعني أنه مضروب يجب تغييره. لماذا حكمنا عليه أنه مضروب ولم نقل أن هناك قطعتان ما هي المسببة لهذا القصر؟ ببساطة لأن هذين الطرفين هما الدخل وهذين الطرفين هما الخرج، بالتالي هو به قصر من طرف مع الخرج مع قصر من طرف مع الدخل، يعني الدخل كله يتلخص في هذا المسار وهذا المسار، واضح؟ يعني علاقة الربط بين هذا الجزء وهذا الجزء هو البريدج، وبالتالي إذا صفر من هذه الجهة وهذه الجهة فهو المشكل، واضح؟ لكن رغم ذلك سنقوم بإزالته ونقوم بفحصه، ربما نتأكد من المشكل، هل المشكل منه أم من قطع أخرى؟ يعني مع العلم أننا نرى الأمور واضحة للغاية، إلا أنه لن يفسد للود قضية إذا أزلناه وقسناه. سنحاول إزالته طبعا اختصارا للوقت، سنقف. إذن قمنا بإزالته، هذا هو الشكل الخاص به، طبعا كلا راكبا على هذه الشكلة، على هذه الشكلة. بالنسبة للقياس، فالمكان حيث كان لا يوجد صوت هو كان راكبا على هذه الشكلة، والصفير كان من هذا البين إلى هذا البين. وسنقوم بتركيب بريدج شبيه له. إذا ركبنا الديودات فهذا سيضيع الوقت، زائد أنه لا مكان لها في البوردة. سنقوم بتركيب ديود بريدج شبيه له تقريبا، واضح، على هذه الشكلة. إذا حتى لا نقلب المسارات، فهنا مكتوب أنه الناقص هنا والزائد هنا، يعني كانت على هذه الشكلة، واضح، كانت على هذه الشكلة، لذلك حتى التي ستركب ستركب على هذه الشكل، يعني هكذا، واضح. إذن بالنسبة للديود سنقوم بلحمها أيضا ثم نكمل الشرح. هذا الطرف نزع مع الديود القديم، سنحاول إعادته
هذه الشكلة. إذن هذا شكل البينات. هذا لحمه. إذن الآن سنقوم بقياس كما تلاحظون زال القصر، لا يوجد أي قصر. الآن سنتجه إلى المكتف، مكتف كبير. هذا هو المكتف الكبير. طبعا المكتف الكبير هو الآخر يجب أن نقوم بإزالته طبعا لأنه متضرر، متضرر جدا. لاحظ، لاحظ أن الطرف حتى أزيل منه أحد الأطراف الخاص به. إذا سنزيل الطرف المتبقي على الأقل بهذه الشكلة. إذا أما الطرف الثاني فهو مزال من المكتف سابقا، فقط يجب أن نقوم بإزالته من البوضة. والإشارة إذا أمسكته بهذه الشكلة فقد يعني يصبح ساخنا ويحرقك، لذلك كن حذرا معه. هذه الشكلة. إذا هذا هو المكان المخصص للمكتف كما تلاحظون. هذا هو المسار الموجب وهذا هو المسار السائل. جيد. إذا إلى حدود الساعة قمنا بتغيير فيوزين، واضح، فيوزين والضيود. الآن سنقوم بتغيير المكتف بمكتف آخر سليم. سنأخذ هذا المكتف وسنقوم بتغيير به. إذا سنحاول تعديل الأطراف بشكل يتلائم مع البوضة. هنا لدينا الموجب، يعني لدينا أطراف معكوسة. هنا لدينا الموجب في المكتف، بينما هنا لدينا، هنا لدينا الموجب في البوضة على اليمين، بينما هنا لدينا السالب على اليمين. لذلك يجب قلب الأطراف في المكتف بهذه الشكلة. حتى تتلائم مع الوضع الجديد. إذا هكذا، هنا الموجب وهذا موجب المكتف. سيوضع على هذه الشكلة. طبعا هذه البوردة تقريبا مهترئة بالكامل، كل البينات الخاصة باللحم كما ترون ترتفع لوحدها. لاحظ متفحمة، زائد أنها حرارة الكاوية والبوردة رديئة فترتفع بسهولة تامة. لذلك يجب التفريغ، يجب التفريغ هذه الثقوب من اللحم قبل تركيب المكتف. يجب تفريغ هذه الثقوب، يجب تفريغ هذه الثقوب من اللحم. إذا سأحاول بكاوية. ولو أن الموضوع يعني ليس بالسهل. كما ترون. سنحاول الآن من جديد. وهنا سؤال يطرح نفسه، هو هل هذه البوردات أو هذا الشاحن اللابتوب أو هذه الباور ككل، يعني هل تستحق
هل تستحق كل هذا الوقت وكل هذا التعب وكل هذا المجهود؟ طبعا نحن هنا نتعلم، يجب أن تسطر عليها، نحن هنا نتعلم فقط. لكن بالنسبة إليك يبقى الموضوع راجعا إليك في الأول والأخير، فهو راجع إليك أنت، من يقرر هل تضيع فيه وقتك أم لا. زائد أن يعني بالنسبة للشواحن، شاحن الأبل فهو غالي جدا، وبالتالي يمكنك أن تتعلم في الشواحن هذه العادية ولا تصلحها، فقط تتعلم منها وتصلح فقط شواحن الأبل الغالية. إذن سنقوم بعمل اللحم هنا هذه الشكلة، ثم نلحم الجهة الثانية بهذه الشكل. إذا ها هي، ها هو المكتف، هنا السالب، هنا الموجب. الآن لدينا موضوع آخر وهو موضوع المقاومات والموسفيت وإيس التقطيع. جيد، أول شيء سنبدأ به طبعا في دوائر التقطيع هو الموسفيت الذي نزعنا في البداية، هل هو سليم أم مضروب؟ فهو بنسبة كبيرة مضروب طبعا، لكن سنقيسه. هذا هو الموسفيت الذي نزعناه، بسم الله. إذا الموسفيت مضروب، يجب أن نقوم بتغييره. بالنسبة للموسفيت فهو K2696، يعني إجباري سنقوم بتغييره لأنه تالف. بالنسبة للأرقام التي يجب أن نركب أو التي يعني ستعمل عادي، فأي شاحن لابتوب أو أي أدابتر فهو يفي بالغرض، طبعا مع مراعاة أن الجهاز يعمل على 220 حتى يعني لا تقع في مشاكل أخرى. لماذا لا نحدد بالأرقام؟ لأن شرح الشروحات الخاصة باللابتوب وشواحن اللابتوب قد يعني يستفيد منه شخص يعني بعيد كل البعد عن المهنة، وبالتالي يجب أن لا نجعل المعلومة حكرا على فئة دون الأخرى. طبعا فقط راعي الأمبير والفولت وركب أي موسفيت، وغالبا أي شاحن لابتوب آخر يمكنك أن تنزعها منه عادي جدا إن شاء الله تعالى، ولن تجد أي مشكل. بالنسبة لنا سنقوم بتركيب K26، سأقوم بتركيب K26 45. طبعا نفس ترتيب الأطراف يكون دائما، يعني ستكون واقفة بهذا الشكل، واضح؟ طبعا هنا يكون هناك برغي مع الجزء القصديري. الآن لن نركب الجزء القصديري، بالتالي سنقوم فقط بعملية تثبيت للموسفيت، يعني سنحاول تثبيته فقط ريتما ننتهي من تجربة الأدابتر أو الشاحن ككل. بعد ذلك سنقرر هل يعني يعمل الشاحن وسنقوم بإغلاقه أم مازال هناك مشكل آخر، واضح؟ إذا هذا هو الموسفيت، ثبتناه جزئيا. سنقوم الآن بإحكام تثبيته عبر اللحام. طبعا هي نقطة مهمة جدا مع مراعاة عدم يعني تماس الأطراف فيما بينها. حسنا، إذا ها هي الآن، سنلقي نظرة خفيفة، ها هي الأطراف متباعدة، لاحظ، جيد. إذا ما الذي يتبقى لنا الآن؟ يتبقى لنا هذه المقاومات. طبعا هذه المقاومات يجب أن ننظر إلى المسار الذي وجدت عليه أولا. طبعا هنا أرضي،
طبعا لا يخفى عليكم أنه هنا سيكون أرضي، لأنه مع الجزء القصديري، يعني الجزء القصديري الخاص بتغطية الأدابتر، زائد أنه سالب المكتف هنا، هنا موجب مكتف، بالتالي هنا سالب مكتف، بمعنى هنا أرضي، هنا جي إن دي، وهنا سورس، هنا ستكون سورس، واضح؟ هنا سورس، لذلك فهنا يجب أن تكون مقاومة صفرية أو سلك، ها هو سلك، بالتالي فهذا هنا مسار السورس، هذا مسار السورس، يعني هنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، سأحاول أن أشرح لكم ببطء حتى تكون الفكرة أوضح. من هذه النقطة هنا إلى هذه النقطة، أي قبل المقاومة إلى بعد المقاومة، هو هذه النقطة، هذه النقطة هنا هي ما بعد المقاومة، وهذه النقطة يعني كما ترون هي تمر إلى هذه النقطة، تمر ربما إلى CS، ربما إلى AC، ومع ذلك تمر إلى الموسفيت. بالتالي إما أن أقوم بتركيب مقاومات صغيرة مثل هذه، أو هنا لدي فرضية أخرى. ما هي هذه الفرضية؟ يمكنني أن أركب مقاومة، سأحاول أن أريكم مقاومة كبيرة على سبيل المثال، هذه المقاومة على سبيل المثال، يعني لا تنظر إلى الألوان، ولكن أقول لك أنها تكون واقفة بهذا الشكل، واضح؟ بين الأرضي، يعني بين الأرضي، هذا هو الأرضي، أرضي من هنا إلى السورس، واضح؟ من هنا إلى هنا، ها هي مقاومة، ها هي من هنا إلى هنا، واضح؟ تكون هنا واقفة، يعني بغض النظر عن الألوان، تكون هنا واقفة، بالتالي إذا توفرت لدي مساحة، إذا توفرت لدي مساحة هنا، يمكنني أن أقوم بتركيب مقاومة من هذا البين، واضح؟ من هذا البين إلى هنا، من هذا البين إلى هنا، من هنا إلى هنا، أو مع المكتف، يعني حسب المساحة المتوفرة لدي، واضح؟ يمكنني أن أركبها من هنا، من هذا الطرف، من هنا إلى هنا، واضح؟ أو أركب هذه مقاومة صغيرة، هذه مقاومة صغيرة تكون قيمتها صغيرة جدا، يعني بين الواحد أوم إلى 10 أوم، وتكون مضاعفة. في حالتنا نحن، يعني تفاديا لتركيب مقاومة هنا، سنركب 4 مقاومات صغيرة شبيهة بهذه أو قريبة منها، يعني تقوم بدور الربط بين الأرضي والسورس. إذا سنقوم أولا بنزع هذه المقاومات بالهوت اير، ثم نتمم. طبعا قمنا بنزع المقاومات، ها هي هنا، طبعا الأرقام لا تظهر واضحة، لكن يعني سبق وتعرفنا في الشروحات السابقة على قيم المقاومات التي تكون في هذه النقطة هنا، لذلك سنقوم بتعويض الأربع معا، يعني سنقوم بإزالة الأربع معا، ونقوم بتعويضهم بمقاومات أخرى، يعني من نفس الحجم تقريبا، سأعوضهم بواحد فاصلة اثنين، قيمة الواحد فاصلة اثنين، إذا سنركبهم على هذه الشكلة. طبعا الفليكس يجعلها تلتصق بأي شيء تصادفه في مسارها، لذلك سنقوم بلحمهم بالهوت اير واحدة تلو الأخرى في هذه الأماكن هكذا، إذا سنلحم الأربعة في هذه النقط، ثم نتمم الشرح. إذا ها هو شكل المقاومات، مقاومات 1.2 أوم بين السورس والجي إن دي، يعني الأرض الأصلي للبوردة. الآن وصلنا إلى مرحلة أننا يجب أن نقوم ببعض القياسات بالقرب من إي سي التقطيع. إذا كل ما علينا هو أن نقيس على قياس الصافرة، وسنقيس ما سبق وتعرفنا عليه في شروحات سابقة، طبعا معلومات كالضيود على سبيل المثال، يجب أن لا يكون قصر، هذا الترانزستور الصغير هنا،
أي قطعة تالفة قد تسبب لك أن تعيد العملية من جديد. حسنا، هذا مكتف، مكتف يصفر، هذا مكتف صغير يصفر، هذا مكتف الفي سي سي. إذا كان المحول يضم في سي سي هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك ديود، هذا ديود هنا، هذا ديود، هذا المخفي هنا سيكون ديود. إذا سنقيس هذا الديود، هل هو ديود أم سلك؟ نزيل له هذه البلاستيكة الأرف، لا تريد أن تزال. لا أعرف هل هو سلك، سأقوم بنزعه. وإذا تبين أنه فقط سلك سنقوم بإعادته لاحقا. إذا هذا فقط سلك ليس ديود، فقط سلك. إذا هذا من الأوكسيليار، وهذا هذا من الفي سي سي، وهذا من الأوكسيليار. إذا الديود يركب لاحقا. حسنا، يجب أن نعيد السلك إلى مكانه، ولو أنه كان يجب أن يكون ديود. يعني هنا يجب أن يكون ديود وليس سلك، لأنه يجب أن يقوم بعملية التوحيد. إذا هو ديود، ديود لا يريد أن يخرج من هذه. إذا هذا ديود، هل هو مضروب أم أن البوردة هي من يصفر؟ هل البوردة هي من يصفر؟ ديود سليم. الديود سليم. إذا الصافرة هي قادمة من هذه الجهة، يعني هنا، هنا المكتف الصغير، وموجب المكتف هو هذا. إذا الديود يأتي بالجهد أسي، يصبح هنا دي سي، ثم يتوجه إلى هذا الإي سي. لكن هناك صافرة بين الأرض والمكتف الصغير. إذا إما أن المكتف الصغير مضروب، ولذلك سأقوم بنزعه هو الأول، أو أن إي سي بي دبليو إم مضروب. حسنا، ها هو، قمت بنزعه. إذا سنقيسه، سليم. بقي القصف في البوردة. إذا بقي من هذه الجهة، من جهة إي سي الباور. إذا سنقوم بنزع هذا الإي سي، ونعود القياس في هذه النقط، ونرى هل بقي القصر أم زال. قمنا بإزالة الإي سي من مكانه، وسنقوم بإعادة القياس حيثما قسنا في البداية بين الأرض، وموجب مكتف، موجب مكتف الفي سي سي كما تلاحظون ليس هناك قصر.
لم يعد هناك قصر، يعني بين طرفي المكتف الصغير لم يعد هناك قصر. واضح؟ ما يعني أن رئيس هو الذي كان به القصر. لذلك سنحاول تتبع مسارات الفيسيسي والأرضي لنتأكد. لاحظ معي جيدا، هذا هو مسار الفيسيسي بمعنى السابع، والأرضي هو هذا، الأرضي هو هذا هو الأول، يعني الأول مع السابع. ها هو الرئيسي بالقرب منا، يعني السابع أي هذا، والأول أي هذا. جيد، إذا سنقوم بفحصه هنا بهذه الشكلة. بسم الله. لاحظ، هذا قصر في السابع والخامس. واضح؟ إذن هذا يعني أنه يجب أن نغير AC PWM والآخر، لكن قبل ذلك يجب علينا أن نعيد ما أزلناه، وهو طبعا الديود. مع العلم أني لا أعرف هل سيركب في مكاني أم لا، لأني تقريبا جعلته بطريقة، خرجته من القطعة البلاستيكية بصعوبة، بالتالي ربما سنرى إذا كان سيرجع أم لا. إذا كما تشاهدون الفيديو يطول، ولذلك ربما أقوم بتقطيعه إلى جزئين، الجزء الأول إلى حدود يعني إعادة هذه المكونات، والجزء الثاني إما سنركب إي سي باور مطابق، وهذه عملية سهلة جدا لن تكلفنا حتى دقيقة، طبعا مع مراعاة أننا يجب أن نفحص البوردة من أي مشكل، هذا في حال ركبنا يعني الإي سي المطابق. أو في الحالة الثانية، الحالة الثانية هي أن نركب بديل، وهي الحالة التي يمكن أن تأخذ منا بعض الوقت. لذلك سنقوم بإعادة المكتف والضيود أولا إلى مكانهم، بما أنهم يعني ليس بهم أي عطل أو شيء، يجب أن يعودوا إلى حيث كانوا بهذه الشكلة. ثم يتبقى لنا إيسي الباور. سنحاول أن نلخص موضوعه في الجزء الثاني، لكن سنحاول أولا أن نلحم الديود بشكل جيد. مع العلم أني أزلت القطعة البلاستيكية التي كانت عليه، طبعا عوض نزع إيسي الباور قمنا بنزع الديود، لأن الديود طبعا هو الأسهل من حيث أن نزيله ونعيده، على عكس الإيسي طبعا صعب قياسا على ضيض. الآن سنقوم بإعادة المكتف بما أنه هو الآخر سليم، يجب أن نعيده. إذن المكتف هو هذا، طبعا سنلقي عليه نظرة، مكتف سليم ليس عليه أي عيب، هذا هو مكتف سليم 50 فولت 10 ميكرو. إذن سأعيده هو الآخر بهذه الشكلة. حسنا، سنحاول تثبيته أولا. بعد ذلك نقوم بلحمه بطريقة جيدة. إذا قمنا بتعويض أغلب القطع، وإلى حدود الساعة لم نتمكن بعد من الإقلاع بالباور سبلاي، يعني ما زلنا لم نقلع بعد بالباور سبلاي. لذلك
فينقص إيسي باور. بالنسبة لإيسي باور كما سبق وأشرت سنقسم الحلقة إلى حلقتين، سنجعل الحلقة القادمة خاصة بهذا الإيسي وطريقة تركيبه، وإذا لم نتوفر عليه سنقوم بتركيب إيسي بديل. إذا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. رمضانكم مبارك سعيد، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.